الذين اتخذوا بنيانا غير بنيان الإسلام على الحلال والصواب كفضل بنيان المساجد على البر والتقوى للإيمان، فإن بنيانهم منهار بين عشية وضحاها، نائمون وهم لا يشعرون خسرانهم في الدنيا للآخرة. فإن مقام البنيان الإسلامي هذا متركز على بنيان دولة كاملة صالحة، أسسها صلبة وقيمة ومستقرة على أحكام شرعية إسلامية وسنن الله من الأولين والآخرين بدون تبديل ولا تحويل ولا تحريف، بدايتها من طبقها الأول للرسالات الإلهية السماوية الإسلامية كعلى يد ولسان الأنبياء والرسل الأولون، ومن ثم يتم بنيانه من طبق إلى طبق آخر كمن رسالة إلى رسالة أخرى تتلوها وموالية إليها كسبع طبقات السماوات على سبيل المثال. فإن بالتالي أسس هذا البنيان يضعف مهما كانت خاتمته إن لم تثبت بالتالي خاتمته صراحة وحقيقة أسس بنيان الأولين. وقد طلبت لكم الأمثال عن هذا البنيان في الأحاديث السابقة الكريمة كعلى سبيل المثال عن البرنامج الحاسوبي الذي يتطور من برنامج إلى برنامج جديد مواليه عبر الزمن والمكان، إنما مستقر على نفس الأسس لبنيانه الأول كمنهج موحد مواكب العصر لحضارة متقدمة ومتفوقة الأبعاد عبر العلوم السلمية للعودة إلى الحضارة الإسلامية بكل جهد وجهاد أكبر واجتهاد في سبيل الله للعلم والعمل الصالح للصلح والإصلاح لما سلف، وإنكم لا زلتم على ما أنتم عليه بدون إصلاح فعالي إسلامي صحيح لصحة بنيانكم على هذه الأرض الكريمة. وهكذا دين الله الحق الإسلام للسلم والسلام بمواكبة عصره من العصور الأولى عبر العصور الوسطى إلى حين العصور الآخرة، ونحن مقبلون على العصر الآخر هذا إن لم نكن عليه قبيل قيام الساعة لما فضل منها، ولله العلم والفضل، وإنني رسول مبعوث من الله إن أحياني وأصحاني وأصلحني على هذا اليوم العظيم لليوم الآخر، نبي منه للرحمة للعالمين، حبيب ومحبوب، مسلم ومؤمن، مصطفى ومهدي بالبيان العظيم على هذا الحاسوب العظيم كرسول البريد على أعلى تقنياتهم والتكنولوجية للبريد الحاسوبي محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. رغم اعتراضاتهم لكل محاولاتهم الفاشلة، فإن الله سبحانه وتعالى لم تمم نوره كنور على نور وهم كارهونه. فأذكركم مرة أخرى أنني سوى ببشر طبيعي وعادي من خلق الله، وإنما أنا نذير ومبين لعلكم تذكرون وتعقلون، وما على الرسول إلا البلاغ المنير. وإن تشدد لسانكم كتشدد إحدى ألسنة الشيوخ من قبل فلا ينفعكم الكلام بعد تبيان الحق على بنيان إسلامي صامد لكل عدوان خارج بنيان هذا البيت العظيم معزز بحكم وسنن الأولين من الأنبياء والرسل. فانظروا إلى ما صنعتم واتبعتم من أحزاب متفرقة ومتشددة دينية أو غير دينية، أو أنتم تظلمون أنفسكم كما ظلمتم أزواجكم بالضرب بدون ذنب لا سمح الله. فويلكم يا رجال الأعراب إن تمدون أيديكم دائما بالضرب على أمهاتكم وأخواتكم ونسائكم، لتقطعن أيديكم حين الخروج إليكم لعدم احترامكم أم الإسلام الحبيبة والمحبوبة. نعم، إن كانت لي أمة الحبيبة فاطمة عليها الصلاة والسلام، فإن كل أم مسلمة مؤمنة بالله واليوم الآخر وإلا كأنها أمه لي ولكم لعلكم تعززون مقام أمهاتنا للإسلام كنصيحة في سبيل الله. فلا تتبعوا خرافات الخوارج والروافد أي حزب كان سواء من أهل الشيعة أو السنة أو غيرهم، ولا تجعلوا لقلوبكم مرض القسوة، إنما اصحب الانفتاح على العالم للدعوة الإسلامية بين أحيائكم وأحياء العالم بالتي هي أحسن للتقرب إلى الحقيقة شيئا فشيئا. وحق الله المبين يجمعنا باليوم الآخر هذا كإخوان وأخوات للعنصر الآخر بين أقطاب
خطاب العالم وليس كأعداء، منهم من يرضى على قبولنا ومن لم يرضى من الآخر، فعلى الأقل إيصال البلاغ بقولنا اللهم قد بلغنا، فيشهد الله عالم الغيب والشهادة على شهادتنا بكل أمن واطمئنان، لعلكم تدفعون بالتي هي أحسن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، مصداقا لقول الله جل جلاله وأكرم إكرامه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. صدق الله العليم ما بذات الصدور، رب العرش الكريم. إنكم إذن لا تخفوا على الله ما بصدوركم، إن انقلبتم على أدباركم على قبول هذه البينات العظمى، وإلا خسرتم على ما انقلبتم عليه، فلن ينصركم أحدا إلا الله النصير البصير، ينصر المؤمنين في الشدة بعد ظلم وفساد، ولله تعود أمور الدنيا والآخرة، فلعلكم تطورون لدعوة الإسلامية في سبيل الله لمعرفة القبائل الأخرى بالعالم على طريق التسامح، لإعطاء صورة حقيقية لحب الإسلام والاهتمام بحقوق الإسلام، لاستقرار داخلي وخارجي لأمة الإسلام. ولكم المثل مرة أخرى عن المهاجر المجاهد بعلمه الحبيب المسلم الإمام محمد ابن بطوطة، الذي هجر إلى العالم بالتسامح قاصدا تبادل المعرفة وتبليغ في نفس الوقت الرسالة، إذن قبل الحكم على الآخرين بالكفر، وإن كانوا على رسالة ناقصة أو محرفة فعليكم بالاعتراف بعقائدهم وتقاليدهم، عندئذ إيصال المعلومة الإسلامية الصحية للتصحيح والفكرية للتعليم، نعم لتصحيح ما سلف عندهم وتوجيههم بالأخير إلى الطريق المستقيم الموحد للديانات لتوحيدها، بعدما كانوا غافلين عن وحدتها. ألا ودين الله الحق الإسلام، دين واحد يشمل الزبر والتوراة والإنجيل وكتاب الله العزيز القرآن الكريم العليم المجيد. ولهذا فإن التعصب والانفعال والعنصرية والأنانية لا يفيدونكم في شيء إلا وفي المزيد للانحياز عن الحق وعدم الإيخاء. لا سمح الله، إن الله الحي القيوم قادر على أن يخلقكم كأبناء قوم آخر، وأنتم
لعلكم لا تعلمون كأي قوم كان ولعلكم تتذكرون فإن تبتم خير لكم وإن كفرتم يستبدلكم الله بقوم آخرين فتصبحون بعد يوم من الخاسرين ونادمين على ما فعلتم إن الله الملك القدوس قادر على أن يحيي الموتى حين منامكم وأنه يميت الأحياء حين منامكم وأنتم لا تشعرون كم أحد منكم مر على مكان بزمن ما حين سفره أو هجرته للبعيد فتساءل لنفسه وكأنه قد مر بالضبط متيقنا من هذا المكان أو رأى نفس هذه الصورة من قبله يعرفها بهذا المكان كصدفة إنما ليست بصدفة بل بمكتوب عند الله عالم الغيب والشهادة فتحسبون كذلك أنه سوى بخيال تتخيلونه وما لئن صار هذا الخيال بحقيقة فكيف إذن تهاجر أرواحكم حين منامكم ليس حلما إنما رؤية مؤكدة كعلامة للتذكير ما قبله تذكير إلى حين حدوث قيام الساعة الكبرى للذكرى فترجعوا لكم الذكرى على غفلتها بإذن الله كآخر علامة لقيام الساعة فتقومون من غفلتكم لنومكم وتصحون على يوم القيامة كأنكم سكارى وأنتم لستم بسكارى بيوم جديد للحساب الأكبر وأخذ المصير بيوم لا ينفع فيه مال ولا بنون لكل نفس لها ما كسبت والجزاء الأكبر عند الله الأكبر والأعظم ولله الحمد والشكر ولله الملك والحكم ولله العلم والفضل وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل.